السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ليالي الغرام. وليالي الغرام أغنية من الزمن البعيد بحسابات الأيام والتاريخ، ولحن وإبداع قريب إلى الودان بفكرة تألق الجمال الذي لا يصنع. وليالي الغرام أيضا توقيع لواحد من النوارس المبدعة والتي تحلق بأكثر من جناح للإبداع، عاد إلى شط النيل أخيرا، وهو الآن على شط النيل الأزرق سمرا ومؤانسة لتجربة ثرة مليئة بالعديد من الاتجاهات. بنرحب به، وزي ما قلت أنا أكثر من نورس يحلق بأكثر من جناح إبداعي، نقول سعة السفير ولا الإذاعي ولا الصحفي ولا الشاعر ولا الحمد لله على السلامة أستاذنا سعة السفير الأستاذ الشاعر صلاح أحمد محمد صالح. مرحبا بك، سعيدين بوجودك معنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تساءلت تقول شنو؟ قول صلاح أحمد. ناس صلاح، ناس صلاح أحمد محمد صالح. ماشي. نعم، سعيدين إنه يعني نتبادل السمر ده، نقول شاهد على العصر دفعتك هو. والله انا الاستاذ البروفيسور احمد محمد علي اسماعيل. انا قبل ما اجاوب السؤال ده حاسال صديقي سعاده السفير واقول له كما قال العباس: سبعون غصرت الخطى فتركني امشي الهوينا ضالعا متعثره، من بعد ان كنت الذي يطوي الثرى زهوا ويستهوي الحسان تبختره. يا سلام، 70 ده هو ولا انت؟ والله ما خلي دي لمشاهد قناة النيل الأزرق. لا، فهل لازم تستهوي الحسانة بخترة؟ فأنا بهدي هذا اللقاء أولا إلى أستاذنا البروفيسور علي محمد شمو، ولا أستاذنا البروفيسور حسن البشر الطيب، ولا أستاذ الرجال السير أحمد قدور، لأنه اتصل بي من الغاير يقول لي لازم تعمل لقاء مع صلاح. نعم. بروف البشر هو عمل عنه كتاب جميل يعني، عرضه بعد شوية. نعم. والبروفيسور الزين عباس عمارة، والشاعر المتشرر الغنوني جيل عبد المنعم عباس صاحب أغنية ليه تسيبنا يا حبيبنا لعثمان حسين، والبروفيسور فيصل عبد الرحمن على طه بالولايات العربية المتحدة، والبروفيسور السير دوليب، والدكتور علي شبيكة، والشاعر محمد يوسف موسى، والشاعر الملك حسين بازرع. نعم. الذي سوف يكون يستمع إلينا الآن إن شاء الله وبإذن الله. إن شاء الله ربنا يديه الصحة والعافية. والفريق الفاتح عروة، واللواء مصطفى عبادي، واللواء أحمد الجعلي، والكاتب نادر أحمد الشريف الحبيب الذي كتب كتابا عن عثمان حسين، وصديق الباشمهندس الفاتح علي موسى بالرياض، وهو من عشاق عثمان حسين وأغاني صلاح أحمد، وابني صلاح أحمد بدولة قطر الذي أسميته على اسم صديقي الشاعر. يا سلام. والدبلوماسي صلاح أحمد، وكان ذلك لأن أصبح اسم صلاح أحمد بالنسبة لي اسم موسيقي. فعندما كنا في زمن الصبا في الخمسينات، كان عندما يدخل مذيع الربط حلم إبراهيم أو خاطر أبو بكر الإذاعة ويقول: والآن هنالك حبلة غنائية موسيقية، سوف نستمع إلى أغنية أهواك كلمات صلاح أحمد وعزف أوركسترا الإذاعة. فاسمح فبقى اسم صلاح احمد بالنسبه لي. نعم. موسيقي، فاسميت ابني الاكبر عليه صلاح احمد بدوله قطر. نعم. حياه الله. ليه والتحيه ولكل الدفعه ولكل الزملاء. يعني سعاده السفير، ما انا لهذا الفارس ان يترجل عن صهوه التسفار بعد 70 بعد 70 سنه. نعم. لا، لسه شوية. لسه شوية. لسه شوية على الترجل يعني. ما زالت هنالك بقية أشتات. لكن السودان السودان معانا دائما. نعم. يعني أنا مع حساس جدا لكلمة مغترب. أنا ما بعتبر نفسي مغترب عن السودان. نعم. يعني ما هو السودان المهم الوجدان والأحاسيس والأصدقاء والأهل وكذا. ده السودان بالنسبة لي. نعم. ويمكن لو استمعت لآخر أغنية، يعني أنا في خريف العمر هذا دندنت بأغنية أخذها أخونا السير قدور، و يعني سلم للفنان الشاب عاصم البنا وتغنى بها عاصم البنا. حافظ لنا منها حاجة؟ والله شو أنا لسه كنت بقول للبروفيسور إنه الغناء يغنى
ولا ينقص ولا ولا يقرا شعر عندنا لا يقرا افتكر عندنا مسجل بتعبر هنسمع لك قدام اكيد انا حقيقه ده ابدا يا بروف انا عايز انا عندي حقيقه شعار برنامج كان ليالي الغرام الجاي لها ليالي الغرام لكن لا كل الناس بالذات نعم. الاجيال الهسه نعم. ممكن عايزين نمشي لهم درمان شويه ونتكلم عن هذه الاسره المتميزه ابتداء من استاذنا الراحل المقيم الشاعر شاعر نشيد العلم وعضو مجلس السياده يعني الشاعر المفوه الخطيب باللغتين الاستاذ أحمد محمد صالح والد الاستاذ وعندنا استاذنا الجليل اللي انا بفخر انه هو كان في لجنه اجازه الاصوات في الاذاعه السودانيه الاستاذ عبد الرحمن الاستاذ الجليل الاستاذ عبد الرحمن احمد محمد صالح عايز نتكلم عن وانا عايز اضيف عن النشاه دي وعن درمان وعن تميز هذه الاسره تحديدا يعني. وانا حقيقه عايز اضيف كمان وفي سنه 51 عندما كان استاذا للغه الانجليزيه بدرس حنتوب الثانويه عمنا استاذ احمد محمد صالح فسمي ذا بلاك انجلش مان ذا بلاك انجلش مان لانه كان خير ما يتحدث باللغه الانجليزيه في السودان ومن ثم اصبح عضو مجلس السياده نعم صحيح فالان في اللي تحدث السفير عن هذه العائله الكريمه نعم كذا ارجع علينا بتاعت السفير اللي ام درمان والنشأة او الى اي مدى انت تاثرت بهذا الجو الابداعي والله أنا الجو اللي تأثرت به هو أساساً المعلم الأول كان أستاذنا أحمد محمد صالح أخلاقياً ووجدانياً وشعرياً وأدبياً وكل شيء وأنا سعيد أنك أنت ذكرت نشيد العلم نعم لأني أحب أن أتحدث شوية عن نشيد العلم يا ريت تنقلنا للأجواء اللي عمل فيها يمكن أيوة. نشيد العلم هو كان في الأصل نشيد للجيش قصيدة طويلة نشيد للجيش وأذكر في يوم من الأيام عندما اقتربنا من مرحلة الاستقلال يعني جاءني الوالد فقال لي بطريقته يعني انت مش عامل فنان وكده وشاعر وبتاع الوقت ده كنت اكتب يعني سام لكن ما بيصير كنت بكتب حاجات كده على الطاير لسنة 56 كنت بهبش الحقيقة فقال لي انا عندي لك حاجة اولا مهمة بالنسبة لك وافتكر حتعجبك ويمكن تساعدنا فعرفت انه كان يعني اتفق مع الزعيم اسماعيل الاسري على انهم يذهبوا في ذلك اليوم ليستمعوا الى لحن قرروا انه يكون نشيد العلم نشيد السودان الوطني اتفقوا في هذا يعني قبل ما انا ما اعرف هذا الاتفاق لكن طبعا أحمد محمد صالح كرجل أساساً مش حزبي رجل كان يعني شخصية عامة شخصية عامة وكذا فتقرر إنه يأخذ هذا النشيد من أشعاره وأذكر إنه الزعيم الأزهري كان عنده عربية مميزة في مميزة من حيث الشكل يمكن الناس اللي عاصروا ذلك الزمن يذكروا عربية الزعيم الأسري موريس ولا شنو كان؟ لا هي كانت شيفروليه لكن ملونة بلون أحمر ولون أسود يعني عربية لما تشوف في العاصمة تعرف إنه ده عربية الرئيس فأخذنا أنا كبت معاهم في هذه العربية وذهبنا إلى مكان في اعتقد كان بري ودخلنا ووجدنا فرقه موسيقيه فرقه الجيش الموسيقيه وكان المايسترو ما بعرف وظيفته في ذلك الوقت كانت شنو لكن السيد احمد مرجان احمد مرجان كان هو اللي لحن موسيقى الجيش موسيقى الجيش او موسيقى كان مايسترو كوندكتر كان هو الكوندكتر لكن هو اللي لحن هذا الحمد لله ولاول مره انا استمع لنشيد النشيد السودان الوطني
وأنا كنت بجلس يعني ما عندي رأي مع الأساتذة الكبار المعاقلين، لكن في ذلك اليوم أجازوا اللحن وأجازوا الكلمات وكده. فدي قصتي مع نشيد العالم. نعم، يمكن يعني شوية عايزين نبقى في نقف عند الوالد شوية. أنا عندي واحدة من الشاعر الكبير عبد الله محمد عمر البنا، أيوة، يعني سألوه وقال له من تكون؟ قال إنني شاعر في كل لحظة يطرق الشعر بابي. وتحدث عن الراحل المقيم أحمد محمد صالح وقال ولكن أحمد هو الذي يوقظ الشعر فيخدمه. السلام. يا أستاذنا يا ريت برضو نتكلم عنه. هو كتب شعر رصين العبارة وجزل، وكتب في دمشق برضو صبر يمكن. دمشق ما كنت طرف باكي لما استبيح مع الظلام حماكي. أستاذ صلاح، يمكن عايزين الآن نتوقف في واحدة من المحطات البارزة في سفر الغناء السوداني، واحدة من التجارب التي ما زالت مستمرة عند صباح كل جمعة، برنامج حقيبة الفن. وهالفضل يرجع لك. يمكن هي قصة طويلة، بدت في لندن لما كنت في هيئة الإذاعة البريطانية في بي بي سي، وطلب منك تعمل برنامج عن الغناء السوداني، وبدت الفكرة وعزة من هواك، والقصة طويلة لحد ما استشعرت الخطر في إنه والله في تراث قد يضيع، وسمح الكلام في خشم سيبه. وإذا حقيبة الفن فيها كلام كثير، يعني في التسمية ومنو سماها ومنو، يعني كأنما المؤرخين ما حسموا قصتها. يعني والله أنا ما يعني أنا حقول اللي بعرفه. طيب المؤرخين يقولوا اللي يقولوه، يعني للتاريخ يعني كل واحد بيحكم عليه، لكن أنا حكي اللي بعرفه. نعم. من بداية العملية إلى أن اللحظة اللي جلست فيها في ميكروفون أمام ميكروفون الإذاعة وقدمت حقيبة الفن مباشر على الهواء. ما في تسجيل الوقت ده؟ ما في تسجيل، ما في ورق مكتوب حتى. يعني أنا بعض الجمل اللي قلتها في ناس ذكروني بها ثاني يوم يعني. لكن انطلقت بس أتكلم وقدمتها، لكن ما كان في أي ورق ولا كان في لايك، عشان ما أقفز على الأشياء. كان في حقيبة بس نرجع لورا شوية. نرجع للندن زي ما تفضلت. أنا كنت موفد من الإذاعة السودانية عشان يعني أتدرب هناك على الإذاعات الأجنبية وكذا، ومش أنا الوحيد. قبلي مشى أستاذ أبو عقل يوسف، وقبله أستاذ خاطر أبو بكر، والأستاذ خانجي، حتى الأستاذ متولي عيد كبيرنا يعني كان برضو مشى في هذا. لكن لما جيت أنا في الإذاعة البريطانية، من البرامج اللي لاحظتها يعني برنامج صغير كده ربع ساعة اسمه من الأغاني العربية، وبرنامج بيقدم كل يوم أربعاء، وكان معهود إلى مذيع الربط أيا كان هو اللي بيقدم هذا البرنامج. هو اللي بيختار الغنى برضه؟ لا، لا، الغنى بيختاره الأستاذ نعيم البصري في ذلك الوقت، وده له دور مهم جدا. هو اللي بيختار الأغاني، المذيع بيجي عارفها زي مذيع يعني زي ما مكتوب له، يقدم كذا 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 كذا. فكانت الأغاني السودانية تقدم يوم الأربعاء من كل أسبوع، بعد ثلاثة أربعة أسابيع تجي الأغاني السودانية. في يوم من الأيام أنا قلت للأستاذ نعيم البصري يعني ممكن أنا تتفق مع الأستاذ اللي بيكتب الروتا يعني، وكان أستاذ اسمه موسى السعودي من كبار رجال الإذاعة، هو اللي بيكتب روتا المذيعين يعني، إن يوم الأربعاء ده أنا أكون مذيع الربط عشان يتهيأ لي أقدم الأغاني السودانية. وإذا سمحت لي يعني هي كانت بتقدم بطريقة روتينية، وكان برنامج مش بس الأغاني السودانية، حتى الأغاني المصرية يعني طريقة كده بتتكلفت
وما حد ياخذ باله من هذا البرنامج يعني ضعيف شويه. وبيجيبوا اسطوانات بعضها مسحوق بعضها ما يهمش يعني. فقلت له خلي لي يوم الاربعاء ده انا اذيع الاغاني السودانيه. وقتها الكلام ده كان سنه 52 يعني انا تدربت شويه في الاذاعه هنا ودخلت في جو الاغاني وجو الفن وجو كده وصادقت المطربين وقريت شويه عن تاريخ الاغاني السودانيه يعني. فبدأت قررت ان اقدم هذا البرنامج بصوره مختلفه خالص. والاستاذ نعيم البصري كتر خيره وقال لي اعمل اللي انت تعمل وشو النتيجة ونحكم عليك بالنتيجة. قلت له بس ده أهم حاجة تحكم علي بالنتيجة. فشقلبت البرنامج رأسا على عقب يعني كاد يكون أولا أي أغنية أسطوانة مسهوكة صوت إبراهيم عبد الجليل مش ظاهر بتاع ما بدويرة ساكت كده. طبعا كانت الإذاعة البريطانية بتذيع على موجة قصيرة والموسيقى على الموجة القصيرة ما بتصل كويس عشان كده عملوا الاف ام وبتاع عشان الموسيقى تصعد درجة النقاء. فكان لابد انك تنتقي اغاني تسمع يعني. لكن بالاضافة الى ذلك ابتديت اقدمه بصورة جديدة. فابتديت اخاطب المستمعين في السودان يعني ما بقدم انه الاغنيه الفلانيه من اغاني السودانيه كذا كذا. اولا زي بعمل النداء للناس في السودان يعني في سوق المويه في بالاسامي زي سوق المويه وفي قهوه جورج وفي قهوه كعكاتي في مدني وفي بور سودان وفي البان جديد في الابيض يعني اتكلم مع الناس الجالسين في هذه القهوة انه نحن هنقدم الاغاني السودانيه عندنا ربع ساعه نقدم فيها اغاني سودانيه يعني تعالوا استمعوا اللي هو البروموشن هسه باللغه العصر الترويج البروموشن. فالناس ابتدت ترخي اضانا شويه الحاجه الجديده دي. وبعدين مذيع يعني زمان تسمع سوق الموية وقهوة كعكاتي من لندن من لندن دي كانت حكاية كبيرة يعني. والمذيعين كانوا فيها نجوم يعني مش زينا الصغار لكن المذيعين الصحيحين يعني كانوا نجوم خمسة ستة نجوم لامعة في سماء العالم العربي. فشافوها كبيرة جدا ابتدوا ينتبهوا لهذه الأغاني. وابتديت أجيب بطريقتي الخاصة أغاني حديثة شوية من المطربين يعني مش كلها من حقيبة الفن يعني كانت لسه ما تسمت حقيبة الفن لكن مش كلها أغاني قديمة يعني لأنهم بيشتروا اسطوانات كده وخطها ويعجنوهم. وبديت أتكلم عن هذه الأغاني اللي بقدمها. فقام نعيم البصري قال لي يا أخي أنت الطريقة دي جديدة بس أنت برنامجك ربع ساعة وانا شايف الحقيقه ما قادرين نقاوم لانه في بدات تجي خطابات من وده كان يهمهم جدا تجي خطابات من السودان من بلاد نائيه خارج الخرطوم يعني خارج الدرمان والعاصمه يطلبوا البرنامج ده. فدلوقتي انا يعني عشان اوسع لك البرنامج ده في الاول عايز تعمل لي برنامج عن تاريخ الأغنية السودانية وأنا مستعد أقتطع ليك من البرنامج العام يعني 3/4 ساعة دي كانت كثيرة جدا 45 دقيقة ما في مذيع قدم أغاني بلاده 45 دقيقة لكن اديناه اسم غير من الأغاني السودانية تاريخ الأغنية السودانية. الحقيقة العملية دي يعني شفتها كبيرة جدا ومهمة يعني تشرفني. فبدأت أبحث بقى عشان تكتب البرنامج ده
وبدأت من عهد الطنبور ومن عهد الربابة ومن عهد يعني الحاجة الدوبيت الدوبيت والتطورات اللي انتوا عارفينها والإخوة والأخوات المشاهدين عارفين النوعية دي من الأغاني، إلى أن وصلت إلى حتى أنا بشوفها علامة فارقة في تاريخ الأغنية السودانية، وهي أغنية عز في هوانك الخليل لخليل فرح. قلت يعني لما جينا في الحتة دي كنا خلاص على وشك إنه البرنامج يوضع في الروتا وأعلن عنه إنه حنقول تاريخ الأغاني السودانية، لكن ما وجدت أسطوانة تصلح لخليل فرح. نلبس أخرنا البرنامج شوية وكتبنا لكل الإخوان اللي بنعرفهم في بريطانيا خارج بريطانيا وهنا في السودان للبازار للمحلات اللي بتبيع، ما وجدت النوعية أو الكواليتي اللي تصلح لإنها، وما أقدر أنا أتخطى أقفز على عز في هواك لأن دي أول أغنية تستعمل فيها البيانو وتستعمل فيها آلات أخرى وكتبت في الموسيقى، كان لازم تظهر في هذا البرنامج. ففي النهاية يعني قلت خلاص ما في فايدة، أنا أشوف طريقة أقدم هذه الأغنية بطريقة من أخرى، نعملها حية من أو نسجلها من الكفاءات المحلية. فكان معانا طبعا زي ما قلت اخونا الماح اسماعيل كان يدرس الموسيقى، وتفكرت معه في هذا الموضوع، قال لي ده كويس جدا وتمشي فيه ونحن معاك يعني. وكنت بسكن مع الطيب صالح برضو يعني تفاكرنا شويه، وكان معانا صديق وزميل فنان، هو مش فنان محترف لكنه فنان حقيقي اسمه خليفة خوجلي. يعني خوجلي خليفة خوجلي كان صوته من أجمل الأصوات، صوت عميق وجميل، وأنا قلت إنه خليفة خوجلي ممكن يغني يعني أقرب شيء إلى خليل فرح. هو كان مبعوث من وزارة التربية أو المعارف في ذلك الوقت فقبل، وابتدينا نجتمع في الشقة بتاعتنا نعمل بروبات كده صغيرة سودانية في الأول، ومشيت بالمشروع ده لسيد نعيم البصري، وافق على الفكرة وقال هو من جنبه حيجيب الراجل الأرمني بتاع البيانو ده عشان يكتب النوتة، ويجيب هو شخصيا نعيم البصري حيدق الطبلة. شغلت الإذاعة كلها. ويعني خليفة خوجلي غني قال لي الباقي يعني الكورس عليكم انتوا بقى، انت والاستاذ الطيب صالح والاستاذ الاصوات ما شاء الله كلها كلها. وفعلا يعني نختصر الطريق وجينا وغنينا عز في هواك، طلعت جميلة جدا حقيقة. للأسف أنا فيما بعد حاولت أجد هذا التسجيل فما ما وجدت، ما كانوا يسجلوا. كيف انتقلت الفكرة يلا لأم درمان بعد رجعتك وعودتك يعني؟ منذ ذلك الوقت يعني من الحيرة اللي انتابتني في إن عزة في هواك دي مش موجودة، طيب إذا عزة في هواك دي حتضيع يعني كمية هائلة من التراث السوداني والفن السوداني هيكون ضاع يعني، دي من أهم الأغاني، وأصبحت معظم الأشياء في أسطوانات مسحوكة وكذا، فلازم نشوف طريقة نحيي هذه الأغاني. فكرت إنه يعني أبدأ مثلا بعبد العزيز داود يغني، يعني تملكتني كده فكرة.
عزف العراق. ابو عز داود ممكن يغني العزف. انا حقيقه دايما نعيش ذاكرتك ودايما نقول للمشاهد، لانه يعني لما نجم درمان وخش بعد شويه على شعار ادعم الكيف والتسميه الحقيبه ذاتها. أيوة. وما كان في مؤثرات صحيح، وانت عملت شنو اليوم انفض لكم غبار، فداير ننعش ذاكرتنا بالشاعر البنا. أيوة. وواحده افتكر من الاغنيات اللي كانت في اول حلقه اللي هي زيدني في هجراني، ولا الحلقه الثانيه دي دا عثمان حسين. كانت عثمان الحلقه الاولى ولا لا؟ عثمان حسين غنى مريض في الكون. وغنى الزمان زمانك. الزمان زمانك هجراني اخدم الاول. زمان زمانك غنى عثمان حسين. زيدني في هجراني. زيدني في هجراني برضو غنى عثمان حسين. رايكم شنو نسمعها من الفنانة الشابة أفرع عصام، ونرجع نحكي قصة الحلقة الأولى وكيف الشعار وكيف التفصيل. جميل. خليكم معنا نسمع. We'll be right back.
شكرا للفنانة الشابة أفراح عصام. سعادة السفير أشعر يعني ده كان حلمك بزهو. ده كان حلمك. أنا كنت دار أقول لك بتشعر بشنو كنت في حقيقة الفن عايز تحافظ على غنى بتحس إنه ما في الآن بعد أكثر من نصف قرن من الزمان الشباب بيغنوا في الغنية دي اللي كانت في واحدة من حلقاتك. بماذا تحس يعني يا ريت نسمع. أشعر بكثير من الزهو والله يا سلام والافتخار يا سلام وبأني حققت شيء نعم. يعني لو كنت أعلم من كم 55 سنة إني سيجي هذا اليوم لأسمع هذا الصوت الجميل وهذا الشباب الجميل يغني أغاني لها 100 سنة تقريبا. عمر البنا أيوة يعني أنا ما تخيلت ولو إنه ده كان حلم. يقال إنه أحلم بالشيء يتحقق صحيح. صحيح. فالحقيقة ما حلمت إن هذه الأغاني ولو إنه كنت في البرنامج الأول اللي قلته على الهوى ده قلت أنا ما عاوز يعني حقيبة الفن تكون حاجز بيننا وبين التجديد صحيح. يعني الأغاني التراثية أغاني عظيمة وجميلة وكل حاجة لكن نجلها ونحترمها ونبعثها من جديد لكن ما نقف عندها لأنه الحقيقة بعض الفنانين ابتدوا يرتكزوا عليها شوية صحيح. صحيح. بس هسه هي مع مرور الزمن تكتسب طعم ونكهة جديدة دخول الآلات تنوع أيوة الموسيقى ما هو هي دي كانت الفكرة اللي حل في رأيي أنا اللي أدت البرنامج ده نجاح هو الخلط بين القديم والجديد في برنامج حقيبة الفن. لو كنت أنا استمريت أقدم حقيبة الفن كما تقدم بالأسطوانات وكذا لا أعتقد إنها كانت حتستمر كثير. لكن أنت لما تجيب أصوات حديثة معروفة لقطاع كبير جدا من الناس اللي هم الشباب يمكن نصف المجتمع أو أكثر من نصف المجتمع وفي نفس الوقت تجيب معاني وكلمات وإيقاعات يعرفوها الشيوخ اللي هم النصف الآخر يعني فلما تمزج الاثنين ديل يعني تقدر تطلع حاجة يشتركوا فيها الشاب بالمغني اللي هو بيحبه وبالموسيقى والأوركسترا اللي هو بيحبها والشيخ بالمعاني والذكريات والحب شاب بروف اسماعيل لسه كشيخ انتشى جدا أيوة والغرام وده كان واضح جدا الحقيقة في الرسائل اللي بدأت تصل للبرنامج بعد نحن دارين نرجع للشعار وعملته كيف والذكريات وكيف الأحلام زي ما قلت ممكن تحصل رغم أنه الوقت ذاك ما في إمكانيات وما في مؤثرات وحنجي مع المشاهد نعرفه على الحاجة دي بروف اسماعيل كان عمرك كم سنة كده أول من حقيبة الفن ظهرت وكيف ذكرياتك عنها شو أول من البرنامج ده طلعه شكرا جزيلا هو أفراح ما قصرت وتواصل الأجيال جميل وأنا سعيد جدا بأنه أغاني الحقيبة الآن بتغنى بكل الأوتار خصوصا بغنية الفنان الرقم كمال ترباس وتريا أنا يمكن رأيي يختلف عن الناس أنا أفتكر حقيبة الفن أغاني حقيبة الفن حقيبة الفن ما اسم وأول من كويند صلاح محمد صالح هي كوين ذا فريز أور ذا تيرم من حقيبة الفن هو الذي ابتكر هذا الاسم لكن هي بداية الأغنية الحديثة صحيح بدليل إنه صلاح أحمد ده من جراجع من إنجلترا وعايز زي ما أنت قلته عايز هذا التراث ما يندثر نادى عثمان حسين وسيد خليفة وأحمد المصطفى وأبو داود وقال لهم بالأوتار يا أبو داود أنت غني أغنية عزي في هواك يا عثمان حسين أنت غني أغنية زيني في هجراني أو أغنية تانية يا أحمد المصطفى أنت غني أنا ما معيون يا سيد خليفة أنت غني متى مزاري وبدأت هذا الكلام كان يوم 18/11/54 قبل الاستقلال في الزمن ذاك ظهروا ناس إبراهيم عوض وصلاح محمد عيسى ورمضان حسن والعمالقة كلهم لكن الحقيبة الشعب السوداني ما كان عارفها
انا دايرك بحس المشاهد انت في الوقت ده. نعم. يعني تحكي لنا البرنامج وصداه ودغونه جديد وحقيبه واسماء كبيره، يعني انت كمستمع الوقت ده كيف تعاملت مع الفكره دي في شبابك؟ يعني اهم حاجه مع البرنامج. أنا يعني. انا في الزمن ده ما كنت شاب، انا كنت 12 13 سنه، يعني ما هو شاب صغير يعني، ولا ما افهم اي كلمه من كلمات الحقيبه لانها صعبه جدا جدا جدا. ولكن كل ما عايز اقوله انه بعد مرور 50 سنه كان العيد الذهبي لحقيبة الفن، البرنامج الذي يقدم منذ 55 سنة. صحيح. فتقابلنا أنا والأستاذ الأجيال السير أحمد قدور والبروفيسور حسن البشر الطيب، وقلنا لازم نخلد ذكرى مرور 50 عاما على حقيبة الفن، وألفنا هذا الكتيب. صلاح أحمد اللي هو الذي يجلس أمامي، بغرية حقيبة الفن. نعم. هذا الكتاب موجود في مكتبة عزة، يعني نحب ان اشتريه، واصدره من اصدارات مركز عبد الكريم. نعم. مرغني. نعم. لكن ما كنت افهم اي حاجه بكلمات، ولا بعد وصلت 15 سنه كده ولا 16 سنه؟ لا بعد ذاك انا يعني حفظت الكلمات، يعني بعد ما درست اللغه العربيه وتاريخ الادب العربي وكده عرفت كلمات الحقيبه، وعرفت يعني شعر ابو صلاح وسيد عبد العزيز، ممكن اتخذت مع شعراء ناس عنتره وغيرهم. نعم. عايزين نرجع لاستوديوهات الاذاعه السودانيه. الوقت ذاك وين؟ في استوديو كان في بيت المال، افتكر في استوديو في الخرطوم. الشنطه تحديدا كانت في الخرطوم. لا المكاتب، التسميه، وده هو الكلام الكثير، سر التسميه وكيف انت الشعار. ايوه. ما هو كنت في البدايه بتفتح الشنطه وفي النهايه بتقفل الشنطه، يعني انقلنا للاجواء دي. لا هو الاستوديوهات الاستوديوهين هم وطين كانوا هنا في جنب بيت الأمانة. بيت الأمانة مش بيت المال. ومدرسة الدايات والحتة دي دار الرياضة، المنطقة دي يعني. بيت صغير فيه استوديوهين، واحد للأخبار واحد للأغاني، والأخبار والأغاني مقسمين يعني. لكن المكاتب كانت في الخرطوم. فانت عايز تعرف ايه حكايه حقيبه التسميه والحقيبه، لانه فيها روايات كثيره. التسميه جاءت قبل ما يعني اجيب ال- 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 الشيء اللي بيرمز للحقيبه، يعني من حقيبه الفندي جاءت كاسم لحاجه انا عايز اعملها، انكش، انفض غبار عن كثير من الاشياء، زي جراب الحاوي كده. رمزي يعني، الاسم رمزي. اسم رمزي يعني، مش حقيبه يعني، لكن يعني ابحث وانفض الغبار زي ما قلتها. ودي فعلا جمله انا قلتها ذكروني بها، لكن ما كانت مكتوبه يعني، اني انكش في الحقيبه دي او في الجراب ده واطلع اغاني قديمه واقدمها. لكن طبعا في الاذاعه ما بتقدر تقول انا اجيب جراب واجيب حاجات زي دي، لازم يكون في حاجه لها مؤثرات صوتيه يعني. فكان في يعني شنطه بتتلم فيها اخر اليوم في الخرطوم اعمال المساء، من برامج ومن اخبار ومن كده، شنطه سودا من شنطه الحكومه الثقيله دي، وليها طبله كبيرة كده ومفتاح وليها صوت يعني. فأنا عجبت يعني، حطيت بالي على لهذه الشنطة وقلت هي تنفع، لأن ما عندي مؤثرات صوتية لحقيبة أفتحها وتعمل صوت وتعمل كله على الهواء. كل ده على الهواء. ففي أول البرنامج وبعدين استمرت كل برنامج كنت بجيب هذه الحقيبة رمزيا، هي ما فيها حاجة، لكن نجيب الميكروفون قريب جدا، انت تعرف التكنيكاليتيز دي، ولما تفتح يعني تعمل المفتاح كده وتزود شوية يعني فبتعمل كركبة كده فعلا أدت، لأنه أنا ما كنت بسمع على البرنامج لانه ما بيسجل، بذيعه وخلاص.
الناس بيقولوا لي حصل الشعار كان كيف؟ لأنه يعني حكيت الفن تدرجت الشعار بمراحل، يعني الغنية شنو بعد ذاك تغيرت دي أستاذنا البروف والله يشوف شمو بعد ما انت سافرت رجعت تاني لكن الشعار على مراحل. نعم الشعار الأول كان هو عزف بالكمان لعزة في هواك لأن هي اللي كنت متأثر بها. بعد كده الأخوان بقى اللي جوا بعدي أستاذ علي شمو وآخرين يعني هسه وصل جلسا يا حالاتي. والله من الشعارات اللي عجبتني فيها أغنية كده يا حقيبة الفن الأصيل انت راقية وفنك جميل، كان ما بعرف كان بغنيها لكن كانت شعار كده لفترة ما أعرف ليه غاب، يعني يمكن تسأل الأحا أو بابيك هل هو اللي جاب الشعار. كيف كان التكنيك عشان برضو ندي الإذاعة السودانية تقدم وتفتح الشنطة وتدخل هي دي كده. يا ريت يا ريت تذكرنا الزمن الجميل يعني. طبعا صوتك من أجمل الأصوات الراحل طيب صالح قال إنه يعني مات دونغ وأرمسترونغ طيب صالح وجلال معوض يعني لو مزاجهم بده صوتك فيه والمزيج ده طيب صالح طيب صالح قال كلام كثير عن طيب صالح بلغته العظيمه يعني نعم. فطبعا بتكلم وانا بعمل الاشياء دي افتح الحقيبه الان ننفض الغبار على هذه الحقيبه ونجد كذا واكركب الشنطه دي كركبه شديده جدا لحد ما اجد اغنيه يعني برضو الورق فيه له صوت هي حقيقة برضو نزقولة من وين أنا جبت النصوص دي مهمة جدا. بعض النصوص كنت أحفظها كثير من النصوص ما بعرف هنا مدرمان ولا مجلة الإذاعة أنا بعرف الغنى بسمعه كده لكن نص الأغاني ما بعرف، لكن تذكرت أنه كان في مجلة في ذلك الوقت مهمة جدا اسمها هنا ومدرمان ودي تصدر الإذاعة السودانية في آخر صفحتين أو ثلاثة بيكتبوا عدد من نصوص الأغاني القديم والجديد، يعني واحدة جديدة واحدة قديمة وبتاع صور للشاعر. فأنا قلت ده كنز فقلت ده كنز لكن أنا ما كنت بجمع هذه الأغاني، اللي كان يجمع هذه الأغاني ومغرم بتجميع الصحف عموما خالنا الطاهر أحمد حمد الله. عندنا غرفة في البيت الحقيقة غرفة تاريخية، هذه الغرفة ولدت فيها كل الأجيال، يعني أنا ووالدتي وإخواني وكده ويمكن الطاهر حمد الله نفسه وكان مهتم طبعا بالاجتناب، سافر مصر جمع اسطوانات ويجيب اسطوانات ويجيب مجلات مصريه برضه للشعر المصري. بعدين كان في درجين بدل الدواليب كانوا بيعملوا ادراج مرتفعه كده زي دولاب داخل الحيطه، في اثنين دولابين. حقيقه الطفوله دي احيانا يكون فيها شيء تستعيده فيما بعد وتجي يعني غريب انك كنت بتسأل. لما كنت طفل كان في السراير الكبيرة دي بتاعت الحديد، واحد من السراير ديل عنده يعني رجلين عالية جدا وكده، فأنا كنت زي البسوق الترماي يعني وبكركب البتاعة دي زي الترماي ودائما الحته بتجيب في الدرج ده ودائما اقول الدرج ده فيه شنو؟ الدرج ده فيه وانا طفل، يعني دي مصادفه غريبه جدا يعني مجرد كلام. كان في اسطوانات الدرج ده ليتر اون عرفتها فيما بعد، يعني عرفتها انه مش بس الاسطوانات كل اعداد هنا وانظر. نعم احنا حقيقه دارين ننقل الناس للاجواء دي والاشرطه الريل والاذاعه السودانيه، ومنها يا بروف عايزين ننفذ لبدايه العلاقه بين استاذنا الدبلوماسي الشاعر والاذاعه الاستاذ صلاح احمد محمد صالح والاستاذ الفنان الراحل المقيم عثمان حسين. نمهد لها نسمع مقطع من اغنيه ونرجع عشان تكلمنا عن العلاقه دي ورصدك لها يعني. نسمع مع بعض. Very good.
كيه في هواه غير سواد دهاح يا فؤاد اسلاه وهجور وارتاح الحنان قساه وابتغيت ربوه الغرور عماه زبت في حبه الحنان قساه وابتغيت ربوه الغرور عماه يا سلام يا سلام. ماذا أنت قائل يا بروف؟ أعزف لك عن هذه العلاقة وهذا هذا التفرد من خلال هذه الأعمال. علاقة عثمان حسين عليه رحمة الله. ولكن أذكر مرة يا سيد صلاح سألت قلت لك كيف تعرفت على عثمان حسين؟ قلت لي أنا مذيع بإذاعة أم درمان وصلت الممثلة المصرية فاطمة رشدي أول ممثلة مصرية مثلت من 1927 الخرطوم وقلت لي متل عيد قال لي تمن معاه اللقاء وبعدين قال لي توجدت سخيفة ان انا ما عندي اي باك جراوند ميوزك عشان اعمل مثلا هذا اللقاء كما عمل مثلا على شو مثلا 68 مع كوكب الشرق ام كلثوم في التلفزيون وانت في الاذاعة وكانت يعني الاشياء عندك بسيطة يعني لكن قلت لي عجبتك موسيقى من الثلاثية بتاع غرش حمد حسن غرش حمد حسن بس مع حسين غنالوي الفراش الحائر لمقدمة جميلة وخمرة العشاق واللغة الأول فقلت لي اللغة الأول الموسيقى بتاعتها دخلت في مزاجي فقلت لازم من أجي أعمل هذا اللغاء مع فاطمة رشدي لازم أنا أمشي للفنان عثمان حسين عشان يجي يعمل لي لأنه كان تسجيل في الزمن ذاك ما في أعمل لي هذه المقدمة أرجو ويعني وكل صيدي يجي في الفرع واصل نعم بروفيسور ما شاء الله لا موثق لك ذاكرته كويسه ما شاء الله عمل اسهر قويه ان شاء الله يعني يكون عندنا نفس قوه الذاكره ان شاء الله شكرا جزيلا يعني كيف كانت بدايه هذه العلاقه على مستوى التعاون انك تديه اشعاره ويلحن لك بين بين بينك يمكن يعني بعيدا عن السيدة فاطمة رشدي ايوه اللي هو هي انا اخرجت لها الحقيقة برنامج سعير كده وسعينا بموسيقى عثمان حسين لكن عثمان حسين ظهر في سماع الفن السوداني لفترة وبعدين ما بعرف كسبب من الأسباب اختفى شوية كده لكن في يوم من الأيام أنا بستمع للإذاعة ف يعني أذاعوا أغنية اللقاء الأول لعثمان حسين كلمات قرش محمد حسن عليه رحمة الله الحقيقة أعجبتني جداً وقتها أنا كنت بشتغل حقيقة مش في الإذاعة بشتغل في الصحافة والصحافة ما كان فيها نقد فني كثير يعني ما كان عندهم مجال للحاجات دي كانوا سياسة خصوصاً السنوات يعني إحنا داخلين على الاستقلال والحركة الوطنية وكده فكان قليل الاهتمام إلا أحياناً الأغاني الوطنية كده لكن انا كنت مصر على اني اكتب برضه نقد فني
جانبي يعني، مش في الجريدة الأساسية. كنت بشتغل في جريدة النيل، أما التعليقات الفنية كنت بكتبها في مجلة التلغراف. قرشي محمد حسن 54 كلام؟ الكلام لا 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 كلام ده بدري، الكلام ده يمكن سنة 51 أو 50. أنا لسه أنا قبل كده، أنا انضميت للإذاعة في مارس رسميا يعني في مارس 50. قبل كده كان لي تاريخ موضوع تاني في الإذاعة. فقرشي محمد حسن كان يشتغل في نفس المؤسسة الصحفية اللي أنا بشتغل فيها، اللي هي بتصدر جريدة النيل، وهي أقدم من أقدم جرائد السودان يعني. وقرشي كان المصحح بتاع جريدة النيل، وكنا دائما بنلتقي بعد ما نعمل الأخبار. نحن في المكتب بنمشي مع المصحح، وتصادقنا أنا وقرشي محمد حسن بصفة أننا يعني كنا يعني كل واحد فينا عامل شاعر. وكان بالصدفة كمان في عمر المبارك إبراهيم كان بيصحح مجلة هنا بدرمان اللي بتطبع في نفس المطبعة، فكانت يعني في لقاءات فنية. فقلت لقرشي امبارح الفنان عثمان حسين عمل لك أغنية جميلة جدا جدا. قرشي ما كانش يعرف، عثمان حسين أخذ اللقاء الأول من جريدة، أعتقد إنها ما كانت النيل، إن كانت الرأي العام. في ذلك الزمان ما فيش حكاية حقوق البتاع حقوق المجاورة، تلقى تشيل بس تلحق يعني، والناس مطايرين مع بعض يعني ما اتصل حتى بقرشي محمد يعني الشاعر ممكن يسمعها على الهواء في الإذاعة. وقرشي محمد حسن معجب جدا بهذا يعني، يعني المهم ان طلعت حاجه كويسه. فانا قلت اولا اتعرف على عثمان حسين ده اكتر، لانه ظهر كده وبعدين غريب بتاعه وفجاه جاب الاغنيه دي، ولاحظت انه فيها شيء غير عادي يعني، موسيقى غير عاديه. فكلمت قرشي محمد حسن انه انا أشوف الأستاذ عثمان حسين ده وين، وبعدين نتعرف على بعض. فسألت عن عثمان حسين، قالوا لي ده موجود في السجانة، مكان عمله في السجانة. فذهبت إليه فعلا، طبعا السجانة منطقة محصورة والناس بيعرفوا بعض. وين عثمان حسين؟ قال لي خذك. مشيت له في المحل، كنت من قبل يعني كتبت الكلام بتاعي، وطبعا هو قراه واعجبه واتبسط انه كتب عنه في المجله وكده يعني. فمن اللحظه الاولى كده زي بدت بيننا موده وتعاطف وكده. وكنت امشي مره ثانيه واقعد معاه شويه. اول عمل كان شنو؟ ده نابك ايه في هواه ولا؟ لا 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 يعني لا اسماعيل. يمكن عثمان استاذ عثمان حسين كان معروف زول انتقاؤه عالي وبغني غنى من من العيار الثقيل، وحتى الشعراء اللي تعاونوا معاه كلهم فظيعين. كيف تقرا اضافه استاذنا الشاعر صلاح احمد محمد صالح وهذه العذابات وهذه الرومانسيه زي ما بنسمع نحن المليان نابك ايه في هواه؟ انا هو خلاني انا ذاته انا زي ما بقول يعني شعر جزل ومليء بالعذابات كده. ايوه، هو تشعر بانه البروفيسور عبد الرحمن الريح وصلاح محمد صالح اثروا فيها جدا بصراحه، محمد عبد الكريم الغوش، لانه انا يمكن ما بعرف الحب، لكن انا ممكن اقول يعني كيف الكلام؟ قاسيت الصبابه وتبريحه وعذابه واسباب التهابه وكل ما الذكرى طافت قلبي سعير وشبه. قال ما عرف. اغاني بروفيسور عبد الرحمن رايح واغاني صلاح احمد زي البشر كده، انه زي كتبوها نيابه عني. كانت بتعمل لي سلوه ومواساه وبتنسيني بعض الاحزان.
لكن الطرفه أحزان ممكن توصف لنا الاحزان دي من غير مقاطعه؟ يعني والله انا اشوف يعني اسمه ذا تيان حاج موسى الشاعر الرقيق عنده اغنيه بيقول فيها بشكلكم يا مظاليم الهوى. ايوه انا مجروح مرتين اصلي مجروح مرتين فانا مثلا مظاليم الهوى مره ولا مرتين. انا مجروح 10 مرات لكن اغانيكم كانت بتعمل لي سلوى ما حنستمر اكثر من كده في السؤال. ما الذي يعني التعبير اللي استوقفك شنو في كل الاعمال اللي قدمها استاذنا الشاعر استاذ نعم؟ صلاح ما الذي استوقفك من تعابير في كل الاعمال اللي غناها استاذنا الراحل عثمان حسين للاستاذ الشاعر صلاح؟ ما ده السؤال الجميل كنت عايز اقوله في اول اغنيه هي كانت لاي الغرام. ممكن اسال السؤال ده جدا تفضل. اي فسائل لك انه لاي الغرام نهايتها انت شهدت النيل يا ضفها في النيل ويا نجوم الليل انت كنت شهودي يا لا يا الغرام. صديقك حسين بازرعة اطال الله عمره في اغنية انا والنجم والمساء شهد البحر يا روى البحر اشهدي ها هنا كان مقعدي وهنا كان موعدي. صح. فسؤالك هل ده يعني تتوارد خواطر بيناتكم انتوا لانكم اصدقاء وبتقول الشعر مع بعض كان معكم حسن عوض ابو العيلة رحمه الله ولا صدفة يعني؟ والله انا اميل الى انها صدفه لكن يعني اغلب الظن انها صدفه لكن كان في توارد خواطر كثير بيننا يعني في واحد شهد البحر والثاني شهد النيل. ايوه وبعدين انا عايز احكي لانه بازرع عايش عند البحر وانت عايش هنا في مدرمان عايش على النيل. الطرفه البعدي مع صلاح من العمل اللي غا مع فاطمه رشدي وزيعت وسافرت امهاتنا واخواتنا في الزمن ذاك كان الثياب اللي بيلبسوها لحد الان عندها اسماء. فاذكر من الاسماء القديمه ابو الجيجه وشريف تنور وبت الباشا المدير وفجاه بعد برنامج ده مع فاطمه رشدي طلعت في السودان اسمه فاطمه رشدي. فدي من الطرايف يعني انا ما انسى شكله كيف فاطمه رشدي ده كان توب ابيض كده وعليه تشكيلات كده وعليه زهور. يمكن دارين ننتقل لتجربتك برضو مع الراحل المقيم استاذ واحد من السفراء الحقيقيين للاغنيه السودانيه اللي تجاوز المحيط الاقليمي الاستاذ الراحل المقيم الاستاذ سيد خليفه. لكن قبل كده داري اسالك كيف كنت تختار الاعمال لعثمان حسين بناء على الحانه ولا بقراءاتك لما ما 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 كتب له من شعرك اذا كان من بازرعه ولا اذا كان من كل الشعراء اللي تعاملوا معه؟ لانه الزول بحس انه القصائد دي بتشبع عثمان حسين برضه نفس الطريقه اللي هي اقرب الى العربيه البسيطه ورغم انها دارجه يعني فيها خليط كده والكلمات راغيه. نعم انا شايف كده انتوا الاثنين يعني زي خلاص حطيتوني في مرتبه الشعراء. انا بسال شخصيا في مرتبه الشعراء. لا طبعا ما في كلام. لكن انا شخصيا كنت بفتكر نفسي اذا في شعراء هو انا واحد منهم. يعني أنا ما كنت ذلك الشاعر يعني تشعر أن الكلام اللي عملته أنا كان قليل جدا أشعار قليلة جدا وأغاني قليلة يمكن أوحلي بها الجو اللي عشته جو الإذاعة وجو الصداقة مع الفنانين وجو الطرب اللي كان سائد في تلك الأيام. فعملت بعض كلمات هي من حسن الحظ الأساتذة اللي غنوها أبدعوا في تلحينه وأجادوا في تلوينه فأطفت علي أنا صفات يمكن يعني لا ده تواضع المبدعين يعني أنت كتبت شعر وإلا ما كان شكل الخلود ده يعني على أي حال ننتقل لأستاذنا الراحل مقيم سيد خليفة. أيوه أول حاجة شنو مسافر وناسي هواك ولا قبل كده كان في شيء؟ لا سيد خليفة أنا أعرفه من بدري حقيقة. سيد خليفة جاء الإذاعة هو وفنان كان لسه صبي اسمه عمر أحمد رحمه الله بتاع عنده أغنية مشهورة كان بدري عليك رحمن الريح كان بدري عليك تودعني اسمها كان بدري عليك رحمه توفى وهو صغير. ودي الحقيقة أنا والطيب صالح نعم أو الطيب صالح وأنا كنا معجبين جدا بالأغنية يا سلام جدا جدا دائما نكررها ونغنيها مع بعض. طبعا كلمات البروفيسور عبد الرحمن الريح كلمات عبد الرحمن الريح امبراطور حقيقه يعني امبراطور فسيد خليفه اول مره شفته
جاء عشان يتقدم للإذاعة هو وعمر أحمد. كنت بسمع عليه أغاني خفيفة كده في إذاعة ركن السودان يابانا وحاجات دي ويا جمال يا ابن عشك كلمات عبد المنعم عبد الحي الاثنين. نعم أنا ما كنت في لجنة الامتحان دي لكن كنت على طرف كده قاعد بسمع يعني. فالاثنين غنوا كده يعني لما سألوني الجماعة بعد الامتحان يعني أنا كلامي ما لا يؤخذ رسمي لأنه لست عضوا في اللجنة. فكان ردي إنه سيد خليفة أكيد يعني صوت متميز وأكيد يعني مغني محترف وحتى يعني طريقة أداءه كده رجل متشبع وهو درس طبعا. نعم رأيي في عمر أحمد حاليا إنه صوته جميل جدا لكنه يمر بمرحلة في حياته أحيانا يتغير فيها الصوت. صح لأنه كان في مرحلة الصبا فخطورة أعتقد يمكن ده شوية برضو. فتعرفت على سيد خليفة يعني في اللمحات البسيطة بعد كده أصبحنا نتقابل يا عند أحمد المصطفى أو أحيانا كنت أروح القاهرة بسكن في غرفة كده. سيد خليفة زي يعني ابتدت مودة بيني وبينه فكان بيجيني في غرفتي دي أنا أسكن في باب اللوم غرفة صغيرة كده في مدة الإجازة اللي بروح هناك. ويوم من الأيام جاب لي أغنية بتاعة إدريس جماعة في ربيع الحب كنا نتساقى ونغني وكان بيبتدي المطلع بتاعه زي البيت الثاني يعني يمكن البروفيسور حافظ الألحان يعني البيت الأول والثاني زي بعض فتناقشنا هل ده صح ولا غلط ونناقي الطير من غصن لغصن يعني هو شعر انه البيت الاول في ربيع الحب كنا نتساقى ونغني نناقي الطير من غصن ايوه ثم ضاع الامس منا ضاع الامس منا دي تتغير هو كان عايز يحدث ثم ضاع الامس منا طوس في قلب حسره تكون كلها زي بعض فا يعني زي كنا بنتكلم مع بعض في الأغاني. في يوم من الأيام كنا متغدين عندي هنا في بيتنا يعني مجموعة كده من أهل الفن يعني فيهم خالد العجباني رحمه الله وفي بعض الممثلين والمغنيين وكانت في السيدة ليلى مراد عندها أغنية جميلة جدا أثرت فيها جدا اسمها يا مسافر وناسي هواك بالله أيوة أنا أول مرة أعرف أيوة فالفيلم ده أنا شفته هو عرض 7 أيام في السينما الوطنية أنا شفته 19 مرات عشان الغنية ولا عشان ليلى مراد؟ لا افتكر المرة دي كان عشان الغنية في مرات سابقة كانت حاجات وبعدين في اليوم اللي كانوا عندي فيه طلعت بقى الكلام اللي أنا كتبته ده وابتدى سيد خليفة يعني في نفس القعده كده هو كان مشهور بسرعته في التلحين سريع جدا في نفس القعده دي ابتدى يعني يردد اللحن ويكرره والحاضرين معاه بتاع لحد ما اكتملت كده يعني يمكن بعد الغداء غدا السودانيين بتاعي الساعه 7 مساء فدي كانت يعني
بداية الارتباط الأقوى بيني وبينه، إضافة إلى أنه صديق أو صديق حميم لأحمد المصطفى وبلدياته الدبابة، فدائما كنا يعني بنكون مع أحمد. أديته شنو غير يا مسافر ونازل؟ ما أديته أغنية تانية الحقيقة، يمكن العمر ما طال به غنى، بدأ يغني أولا كده. أنا قلت الأغاني لا تلقى ولكن تغنى، لكن دي لأنه بدأ اللحن، لكن هي بتقول أنا خايف يكون البعد نساكي وخايف عليك من عيون تهفو لرؤياك، لكن الفؤاد طمني في همسة قال لي حبيبتك وفية ومستحيل تنسى، مهما يطول البعاد أو تنقضي الأيام ترعى عهود الهوى وتحفظ وداد دوام. قلت له عارف وفاها وعارف إخلاصها، لكن في الغرام لابد من أوهام. الحقيقة ما غناها. يعني رأيكم شنو نسمع يا مسافر؟ اسمع يا مسافر ناسيها، ونقولها لك أنت، يعني الناس عايزاك بعد تجي تستقر، يعني يعني كل المشاهدين والناس اللي بيحبوا شعرك أقول لك يا مسافر وناسيها. جفاني حبيب أنا المظلوم، جفاني حبيب فراقها جلي علي، أنا الحبيت وما خنت، أنا الحبيت وما خنت، ولعهود ذات صمت، قضيت العمر في هواهم، نسيت الدنيا إلا هم، ولما نالوا مرماهم يفوني قالوا كثير عجيب وغريب،
وهبت الدم للقياهم سكبت الروح في نجواهم. أتاري حب في دنياهم أتاري الحب في دنياهم خداع ونفاق والعزور محال ينفع أسير طبيب خلاص يا قلبي جافوك نسوا الإخلاص نسوك خلاص يا قلبي جافوك سيدي خلاص نسيوك فحاول أن تنساه ولا تحفل لذكراه كل الماشي غشاهم كل الماشي غشاهم أمانة تقول لمن هجروا فراقكم لنا أمر مريب أنا المظلوم يا فاني حبيب أنا المظلوم يا فاني حبيب يا أبوها جلي نهيب شكرا.